Next session about military physician, how to apply to military hospitals, including security forces hospital and military hospital, or to be military guys. National Guard, unfortunately, we didn't. The one who promised to come, he had some issues. First of all, we'll talk about security forces hospital. Then we'll talk about military hospital. Then we'll have questions. Okay. I'm about to present Dr. Louis Lahdal. Captain? He's a captain. Captain. نقيب. صح؟ نقيب. لا أنا أسألك لأنه ما أعرف شيء في الأشياء هذه. In Security Force Hospital. أترك له المايك. He like to listen from you, discuss questions. He doesn't have any presentation. فبيقول لكم اللي عنده. كيف حالكم شباب؟ أتوقع محتاج المايك. صوتي واضح صح؟ طيب السلام عليكم أول شيء. غير المقدمات. اسمي لؤي لهدل. وظيفتي طبيب أخصائي أول طب طوارئ. دخلت العسكرية قبل 6 سنوات تقريبا. أعطيكم الطريقة كيف؟ كان متوقع صراحة العدد يكون أكثر صراحة. 120 طالب. كان ودي إنه أستفيد كمان. في شروط؟ طيب خلينا نتكلم عن الطريقة اللي كانت الناس تقدم فيها زمان على أيامي. دخلت قبل 7 سنوات تقريبا الدورة. كان في دورة واحدة هي دورة عادية مدتها 9 شهور سنة أكاديمية كاملة تخلص كلية الطب بعدين بعد الامتياز تجيب شهادة الامتياز تخرج تقدم عندهم زيك زي أي إنسان يقدم على دورة العسكريين حقت كلية الملك فهد الأمنية عن طريق البوابة الإلكترونية في وزارة الداخلية. اوكي بعدين تطلع الاسماء المبدئيه ينادوك يقول لك تعال سووا لكم اجراءات اوليه اللي هي الطول لا يقل عن 1.7 متر اللي 170 استثنائيا 168 اوكي طبعا بعدين وزن ان تكون لائق طبيا بدون ما طالع احد اوكي بعدين سووا لكم اختبارات لياقه بسيطه بعد القبول تدخلوا دوره انتظاميه عباره عن 45 يوم في الدوره ما تطلعوا أبداً عبارة عن دورة أنت داخل دورماتوري ما أدري يسموه سكن 24 ساعة تطلع بعد أسبوعين يوم واحد اللي هو كان يوم خميس تحضر يوم الجمعة أوكي بعدين خلال 45 يوم تكون خلصت دورة تأهيل أساسي عسكري خلاص تبدأ بعدين تنتظم في الدورة التأهيلية اللي بعدين إذا أنت طبيب عندك دورة 9 شهور أو أي ممارس طبي أو أي واحد تخصصه علمي اللي دبلوم اللي يعتبر تخصص أدبي 2 سنين فأنت الآن في الدورة معاك ناس زيك 9 شهور وناس 2 سنين تلقى ناس أقدم منك وناس حولك طيب بعدين تخلص الدورة بالسلامة على بعد 9 شهور يجيك تعيين في قطاع من القطاعات حق وزارة الداخلية أيا كانت مباحث استخبارات قوات خاصة طوارئ أيا كان في مستشفى وزارة الداخلية اللي هي قولم خدمات طبية تعين تبدأ تدخل بعدين اللي هو هنا إحنا اليوم جينا عشانه اللي أنتوا أتوقع أكثر شيء يهمكم اللي هو الزمالة بعدين تدخل الزمالة الزمان كان ما في تقريبا زي الطريقة الآن اللي قاعد يصير ما كان عندكم غير إكزام أنا عن نفسي سويت إكزام سيلكشن إكزام عشان أدخل البورد سي في المعدل حقك الجي بي اي بعدين إكزام ريتن if you pass the exam you will go to the interview بعد الانترفيو يشوفوك فت ولا مو فت الناس بعض الاحيان يفكر انه فيها واسطات وفيها اتوقع على ايامي ما كان في واسطات فانا الوحيد اللي نجحت في الاختبار من المستشفى اللي عندنا كانوا عندنا 1 سيت 1 بوزيشن وفي 4 مقدمين عليه مدنيين وعسكريين خلاص فاللي يعدي الاختبار وهي هاز بيتر سي في حين قبل أساس إنه one seat only. الآن الوضع تغير شوي. طيب نجي للموضوع الجديد اللي بدأ. وأنا في الدورة سووا شيء جديد اسمه دورة الأطباء المتميزين. إيش طريقة الدورة؟ الدورة عبارة عن 3 months only. تدخل استجدات 45 يوم يسموها دورة استجدات 45 يوم بس. نفس الأولانية حقت العاديين يكدوك فيها شوية هي الكد. نقص وزنك. يهرولوك شوية بعدين
ترجع تسام طبيعي، تداوم من الساعة 5 الصباح للساعة 12 في الظهر وتروح البيت. هذا الفرق، 3 شهور فقط، خلالها تستلم مكافأة نصف راتب ملازم أول أساسي، 4000 تقريباً أو 4300، ما أنا متأكد. خلاص؟ مشكلة الدورة هذه يحطوها تقريباً إعلاناتها قصيرة مرة في البوابة الإلكترونية، أسبوعين فقط. البوابة الإلكترونية حقت وزارة الداخلية عندهم دائماً يحطوا إعلانات توظيف، يحطوا الإعلانات عادةً تجي أسبوعين أو أقل يمكن. لازم تكونوا منبهين على أنه الوقت اللي مهم مهتم أنه يدخل عسكري. بعدين تخلص تقعد 4 شهور أو 5 شهور لما تكون عدة 9 شهور تصير ملازم أول بأقدمية 2 سنين وانت داخل الدورة 3 years after we finish 3 سنوات. بعدين عاد تدخل، كان الزمان الشروط إيش؟ إجباري تكون تلقى acceptance within 2 years in North America بالنسبة للأطباء، وهذا الشيء صعب طبعاً، مكان يطلب تخصصات بعينها، طبعاً جراحة أعصاب، جراحة قلب، طوارئ، medicine, surgery in general كانوا يطلبوها تخصصات تكون North American، وانتوا عارفين السيستم كيف. It takes more than 2 years. أنا في أخوياي معاي من جامعة دفعتي إلى الآن قاعدين في ريزنسي في أمريكا، وفي ناس أصلاً ما انقبلوا ورجعوا، عدد كبير مرة. بعد ما تخلصوا إن شاء الله تلاقوا تعيين، بعدين تروحوا إن شاء الله بإذن الله حسب قطاعكم تتعينوا، أوكي؟ يجيكم بأثر رجعي طبعاً، لأنه أثر رجعي لغوه عشان تعرف تحطوا بالكم، في دورة من الدورات الراتب المكافأة نصها يخلوها عندك ونصها يخلوها عندهم الداخلية، بعد ما تخلص يعطوك الباقي، فهمت؟ جات سنة من السنوات لغوها، قالوا خلاص ما بنعطي حد، بعدين قالوا لا والله الوضع ما يناسب رجعوهم جديد. فالآن الوضع الحمد لله مادياً كويس، تيجي تشتغل تقدم زيك زي أي واحد آخر. السيستم الجديد يا جماعة الخير، في واحد معانا في المستشفى شغال معانا مخلص الدورة حقته قبل 5 سنين he still did not get acceptance لأنه السي في حقته وانتو عارفين الاس ال اي والدرجات حقت السي في الجديدة مختلفة عنده، كانت أقل من الناس اللي يقدموا، يعاملوك كم أي أحد آخر. خاصة دورة عسكرية تقدم زي المدنيين، زيك زي أي أحد، زيك زي أي أحد. تفضل. أيوه هنا الكلام، بعد ما تخلص الدورة ما تقدر تقدم وأنت داخل الدورة. يس، هذا سنة وأنت شاطر، أنا تأخرت سنة. إذا أنت بسرعة تدخل، أنا بالنسبة للعسكريين أعتبر شباب ترى، دخلت بسرعة وخلص بسرعة، أصلاً شكلي باين صغير صح؟ صح؟ حتى أصلاً مو باين عسكري صح؟ المهم، فالعادة العسكريين في واحد عسكري معايا أكبر مني ب5 سنين توه مخلص البورد، عادة يتأخروا لأنه اكسبتنس يكون فيه صعوبة، وحتى تعرفوا لما واحد يشتغل في العسكرية، العسكرية نظامها شوية يعني ما أعرف إيش أقول لكم، بس يأخذك شوية عن النظام الطبي. يعني زيك زي جي بي لمدة سنة. طبعاً حطوا في بالكم يا جماعة الخير، أنا اخترت وزارة الداخلية ليش؟ هذا السؤال مهم جداً. ليش الواحد يختار وزارة الداخلية وما يختار الحرس مثلاً ولا يختار العسكري؟ صح؟ مو مهم صح؟ أول شيء كل واحد فيكم الآن قاعد تكلموا، هذا كلام لا يدل على أني أحب أغير رأيكم ولا أحط انطباعي على انطباعكم، لازم تفهموا كل واحد فينا عنده رأي خاص فيه صح؟ كل واحد فينا عنده أهداف وغولز وانترست وهي هاز ديفرنت باك جراوند عن الآخرين. طبعاً الشروط هي يكون السعودي الأصل والمنشأ، يستثنى منها اللي يكونوا سافروا برا ونشأوا خارج المملكة، أن يكون وقت التقديم لا يتجاوز عمره 27 سنة ويستثنى منها الأطباء 30 years، معدله 3.75 للمتميزين أو 75% من المعدل ككل. بالنسبة لل ما يكون متزوج من أجنبية، حطه تحت ألف خط يعني المتزوج منكم أجنبية الله يعين. نيجي للكلام أنا للواحد اللي بيدخل عسكرية، ليش الواحد يدخل عسكرية؟ سؤال مهم صح؟ خصوصاً الأيام هذه. أنا لما دخلت العسكرية جماعة الخير كان الراتب تقريباً حق وزارة الصحة يأخذ أكثر مني بتقريباً 500 ريال. أنا الوالد عندي الله يرحمه عسكري، كان ضابط وزارة الداخلية. وتعرف وأنت الواحد وصغير يشوف العسكرية وتكون في أهداف في باله وجاهة ويفكر يعني سبحان الله. بعد ما تعيش الوضع تحس الأمور مختلفة. أنا دخلت العسكرية وكنت أفكر إنه تعطيك امتيازات. يعني قصدي إيش؟ you want to exert power on other people. هذا غلط ترى، عقدة نقص للأسف.
اكتشفت انه الواحد بعد ما يصير متعلم وبعد ما يوصل على لمرحله علم يعني ان شاء الله كويسه زي حضرتكم، ايش يصير؟ يبدا تفكيره يتغير. عرفتوني؟ لان العسكريه فيها كيف تسلط. ايش يعني تسلط؟ يعني انتم ناس محترمين، ما انتم متعودين طول عمركم ان يجي واحد يتامر عليك من غير سبب ولا اصلا تقبل، صح؟ يعني جاء واحد انا قال لك يا فلان ارمي العقال، ليش ارمي العقال وانت اصلا مين تقول ارمي العقال؟ العسكريه ترى يا اخوان فيها اوامر عسكريه من غير اي سبب لازم تطيع، الطاعه العمياء موجوده فيها. يعني من خلاصه الكلام، اللي ما يحب الاوامر والطاعه العمياء العسكريه ما تصلح له. اللي ما عنده البوتنشلز انه يتحمل لاتليست 9 مانس او اقل اذا كان في دوره للمتميزين اتس نوت فور يو. بعدين نجي نتكلم كمان عن موضوع الراتب. راتب مهم جدا، صح ولا لا؟ مين اللي هنا فيكم اغنى واحد فيكم؟ مين اغنى واحد؟ اللي عنده فلوس مره لا يدخل عسكري، ما حتفيدك ابدا. ايام ما دخلنا العسكريه كان الراتب تقريبا 19,000، حقين وزاره الصحه ياخذوا فوق 20 مع بدل السكن، كان ما في بدل سكن. بعد ما اشتغلنا تقريبا سنه نزل سلم الممارسين العسكريين الصحي الجديد، فتعدلت الرواتب بناء على الرتبه العلميه وليست المرتبه العسكريه. يعني الان مرتبتي العسكريه الان ما تزيد ولا ريال في راتبي الا في حاله الابتعاث الخارجي، الانتداب الخارجي، يعاملوك كانك عسكري عادي. لكن اذا انت ديورينج يعني قاعد تشتغل عادي طبيب عام، يعاملوك كانك طبيب عام، راتبك يزيد على اساس انك ريزيدنت. تحصل على الشهاده يبدا يصير راتبك يختلف، والراتب فيه فرق جامد جدا. اتوقع كانت الزياده حقتنا 230 ريال ايام ما كنا عسكريين، لازم اقول تخيلوا صارت الزياده الان مختلفه. فالسيستم تغير الان، في بدل سكن، الرواتب تحسنت تقريبا، فرق الراتب عن المدني 18% اقل شيء حسب القطاع. ترى عفى عليك، ما دخلنا عسكريه لو في لس لازم مور، فايتس 18% ات ليست. لو انت قطاعك استخبارات او مباحث او يجيك زيادات بدل الهاب، بدل خطر، بدل سمعه، في بدلات زياده على الراتب. خلاص لو اشتغلت في الكليه الامنيه نفسها حق وزاره الداخليه، في بدل تدريس، في بدل حاسب الي، في بدلات تطلع لك من تحت الارض وانت ما تدري شيء، راتبك يصير ما شاء الله مره كويس. خلاص يا شباب لازم تعرف انه في واحد يعني لو دخل الدوره العسكريه حيتاخر اتليست اير، وبالسيستم الجديد توقع حيفوتك التقديم حتى في السنه الاولى. تعدك سنه حيفوتك التقديم، والسنه اللي بعدها حيفوتك التقديم اتليست 2 ييرز اتليست. التقديم دائما حول الايام هذه في شعبان شوال. ها ايوه 3 يير مانس اللي 9 شهور بتروح عليه سنتين. ما تقدر انترشيب، لازم تفرغ. الدورة هذه فيها تفرغ، انت قاعد في دورة عسكرية كاملة الوقت عندك في الداخلية في داخل السكن حقه، لازم تخلص. اصلا ما بدك تقدم الا تجيب معاك الانترنشيب بيبر. بعد ما تجيب الشهادة حقت الانترنشيب، انتوا توكم بادين صح؟ بادين توك الانترنشيب؟ بتبدأ ان شاء الله، يعني لسه مو مخلصين يعني انترنشيب، تبدأوا الان. Think about it guys. اللي قاعد يصير الآن إنه الناس صارت تلاقي صعوبة في سبونسر حسب ما فهمت. وزارة الداخلية إذا اشتغلتوا فيها السبونسر موجود، but still نرجع للكلام الأول إنه لازم تكون السي في حقتك overall impressive to get acceptance. أوكي؟ وهم أصلاً وزارة الداخلية قاعدين يعني يستقطبوا الناس مين؟ اللي يريحوهم، ما ودهم يجيب واحد يقعد جي بي طول عمره. صح؟ وصار عليها كومبيتيشن ترى مرة مرة كبير، خصوصاً دورة المتميزين. يقدم عليها اعداد كبير 90 100. كانت اول 9 اشخاص، انا دورتي دخلت 16 لتخرج كم؟ 6 أو 9 7، لانه ما حد يقدر اصلا يكمل. قلت لكم انت طريقه تفكيرك اعلى من الناس اللي حولك. يعني متخيل انت تكون مثلا دكتور ومخلص شهاده 7 سنوات، يجي معاك واحد مخلص تربيه بدنيه عمره 21 سنه، يقول لك يلا يا فلانة امتدنا، ما تعرف المصطلحات العسكريه بس يعني امتدنا يعني على وجهك ويطلع فوق. تقول طيب أمرك، ما تقدر تقول شيء. هذه العسكرية لمدة 9 شهور عقلك تشيله، تقدر تفكر في القيافة يعني بدلتك كيف، الله يعزكم البسطار كيف، تلمع الجزمة وانت طالع يوم الخميس عشان ما تنحجز، لا
لأنه في حجوزات، وفي ناس عندهم مشكلة شخصية مع الطبيب ولا لا، شايفينك أحسن منهم وودوا بأي طريقة يوريك أنه ترى ما أنت أحسن منه وسارت. نرجع للكلام اللي نقوله الآن يا جماعة، كل واحد فيكم عنده أهداف معينة وشخصية. أنا الكلام اللي قاعد أقوله في النهاية، في امتيازات في العسكرية ما حد ينكر هذا الشيء، منها الفلوس، أو مهم مهم جدا. راعي السفرات ما تصلح العسكرية، راعي السفرات الويكند في البحرين ما تصلح له، خليك مدني أحسن لك. أوكي تضحك شكلك راعي بحرين، اللي راعي البحرين والإمارات وسفرات قريب هنا نقز في الويكند ولا وفات راح نقز ما ينفع العسكرية. العسكرية أي سفرة لازم تصريح، وحتى الدورات العسكرية لازم تطلع بتصريح، دورات طبية لازم تقدم على رئيسك يوافق لك. أنا عشان أتوافق على إجازتي يوقعوا لي الإجازة حقتي 7 أشخاص إلين اللواء المحرج، واحد لواء محرج حق وزارة الداخلية كلها، تعدي من رئيس القسم لواحد في المستشفى لواحد في المستشفى، تطلع تطلع لين توصل 7 أشخاص وترفض، خصوصا during these times اللي فيها اضطرابات أمنية. ولكن ما رفضت عندي الإجازة إلا مرة واحدة بداية الحرب على اليمن، ولكن بعدها كان عمري ما قالوا لي لا، وأنا ماني راعي سفرات صراحة. لكن بحطوا في باركم كمان on the other hand، أنت الآن شغال في شركة، عشان أكون non biased، شغال في شركة وعندك موظفين زملائك بتطلع إجازة في الصيف، have you thought about it قبل؟ لازم تقدم إجازة من بدري، لأنه حتى وأنت مدني ممكن رئيسك ما يسمح لك تأخذ إجازة، صح ولا لا؟ it's all about organization. أنا أحس إنه صراحة ما في فرق مرة، يعني still أنت تقدر تأخذ إجازة وأنت مدني، وممكن يقولك طيب خذ إجازة بس والله معلش ثواني ما نقدر، في خويك محتاجينه يغطيك وأنت تروح بعدين تجي وتصير، يعني زي كل أي إدارة حكومية زي أي شركة. أتوقع الإجازات فيها تقريبا تساوي، إلا اللي بيسافر الويكند راعي الويكند البحرين، وهذه ما تصلح، طقت في راسه بيروح البحرين ما تنفع. إيش باقي؟ ما تقدر تتزوج أجنبية، ولا إيش رأيكم؟ يعني أنا والله صراحة يعني أشوف إنه it's a downside. العسكرية كل الدول في العالم مسموح لك ترى تسافر، مسموح لك تتزوج أجنبية، ما عاد إحنا أتوقع باكستان ومصر، وما أنا متأكد من الكلام هذا، الكاميرا قاعد تصور، ما أنا متأكد من الكلام هذا، بس إحنا من الدول القليلة في العالم اللي ما يسمح لنا نتزوج أجنبية، وهذه من الداون سايدز. إذا تزوجت أجنبية تفصل وتحاكم عسكريا، يعني ما فيها سعودية سعودية للنهاية، والله عاد لو دري عنك الله يعينك، تقاعد عاد براحتك، قد ما تقاعد سوي اللي تبغاه. إيش كنا نقول الآن يا جماعة الخير؟ أنا كثير ناس يجوا يسألوني وقت الدوام إيش رأيك يا دكتور وإيش ما أقدر. لا تخلوا أحد يا أخوان، لا تخلوا أحد يجي يقول لك رأيه الشخصي، لأنه يا جماعة الخير إحنا في السعودية هنا الناس يحبوا يقولوا رأى، كل واحد عنده رأي وعنده باك جراوند مختلف عنك، وترى اللي ينطبق علي يا أخوان ما ينطبق عليكم. يعني أنا أعرف أنت فلان إيش اسمك؟ عمار. عمار مثلاً يحب شيء معين وعنده أهداف معينة في الحياة، ترى مو بالضرورة تنطبق أهدافي على أهداف عمار، يعني عمار ترى إنسان كيانه مختلف تماماً عني. عمار يحب أشياء معينة، يبغى يسوي أشياء معينة، عنده أهداف مختلفة عن أهدافي. عمار ما يبي يتأخر ولا دقيقة بعد التخرج، يبغى يبدأ البورد على طول. أنا ما كان عندي مشكلة، أنا كان أعرف شيء واحد بس وأنا في الانترنشيب، كنت أعرف شيء واحد، ما أبغى أشتغل في وزارة الصحة فقط، وكنت أبغى أقدم في وزارة الداخلية، أبغى أصير ضابط بس. بعدين with time you actually gain this experience, you know who you are, what do you want to do in life, then you get a whole picture of what you want to be in the future. صح؟ تفضل حبيبي. تطبيق يعني الوظيفة تعيين. طيب دورة المتميزين عادة يعينوك على ملاك المباحث وتشتغل في مستشفى قولم، أتوقع مستشفى قولم هم كاتبين مستشفى قولم، إلى الآن ما زال موجود مستشفى في قولم في الرياض الرئيسي، في واحد في الشرقية في الدمام وفي واحد في مكة. التعيين حقك حيكون most likely بس مو أكيد في الرياض. أيوة أقول لكم ليش ما اخترنا التخصصات القطاعات العسكرية الأخرى. الحرس الوطني عندهم سنة ميدانية دورة بعدين سنة ميداني. إيش يعني سنة ميداني؟
تطلع في البركسات حقت الحرس الوطني، تعرفوه؟ ما تعرفوا المراكز الصحيه اللي عند بركس حاطين شو يسموه بالعربي؟ ما نعرف، زي الهناجر، تعرفوا الهناجر؟ ايوه بركسات يحطوك فيها تصير فيزيشن جي بي، تشتغل مع العسكر، تطلع هناك ويطلعوك مهمات عسكريه. الحرس الوطني عندهم مناورات عسكريه وما ادري ايش، اختبارات ترقيه وفيها فيلم. وزاره الدفاع دورتهم مره مريحه في الظهران، الممارسين الصحيين كلهم منفصلين الحال، يروح الظهران يعني ما في احد يتامر عليك، ترتاح مره، الدوره مريحه فقط بس يعد الوقت عليك. لكن قطاعات وزاره الدفاع انتم عارفينها، قوات بريه، قوات جويه، قوات بحريه، يعني انت وحظك تعين في حفر الباطن، تعين في شروره، اللي وده يجازف الله يوفقه. انا بالنسبه لي كان ما ودي اجازف، لو قدمت فيها ترى كل القطاعات العسكريه قدمت فيه والحمد لله كلها قبلت فيه، لكن في النهايه كنت ابغى الاستقرار. انا ترى من الرياض، انا من مكه اصلا، لكن الرياض يعتبر next best thing يعني، وانا منتظر ان شاء الله في مدينه طبيه يبنوها في جده، اذا بنوها يمكن تروح هناك ان شاء الله تمسك تغير. السؤال الثاني دكتور، افتر ريزيدنسي ممكن يكون عندك خطه انك يعطونك فرصه انك تاخذ برا قبول سنه سنتين صح؟ طبعا تجيب قبول. على فكره انا رئيس المباشر رفض اني اكمل فيلوشيب، رئيس مباشر عسكري، عشان اقول لك يعني العسكريه طول العمر في النهايه تتبع لرئيسك المباشر، فهمتني؟ يعني اتس نوت، حتى ترى في القطاع الحكومي العام اذا رئيسك المباشر في وزاره الصحه قال لك ما تطلع تطلع؟ ما تطلع. الفكره ما فيها، هو عباره عن مدير قاعد يدير القسم حقه بافضل الامكانيات اللي موجوده عنده. يعني عندي 20 واحد مقدمين فيلوشيب، خليك مكانه انت صح؟ فكر 20 واحد مقدمين، بالله بطلع مين واخلي مين؟ ابى اسوي مفاضله بالدور، طلع واحد واحد صح؟ انا مطلع تو بيبل قبلي، اول ما يرجع انا بطلع ان شاء الله. طب في مجال للماستر والبي اتش دي اثناء طلعتك الفيلو؟ كل شيء موجود ما دام داخلي موجود. لا خارجي مع الفيلو تاخذ موجود، كل شيء موجود، لكن الفكره ما فيها رئيسك المباشر يسمح لك. اوكي؟ لكن موجود بسهوله ان شاء الله، تفضل. بالنسبه للتوقيت قلت انه التقديم يبدا في شعبان صح؟ عاده على ايامي انا، انا ايامي قدمنا في شعبان ورحنا في رمضان ترى سوينا المقابلات. ايوه. وبدينا الدوره متى؟ مع بدايه الدراسه، لان هي سنه اكاديميه. تمام. كانت الدراسه تبدا في شوال 6 مدري 10 شوال. تمام. بدينا الدوره 10 شوال 9 شوال. ومن شروط التقديم تقول شهاده الامتياز تكون. صحيح. شهاده الامتياز هنا ما بياخذونها الا بعد ما يخلصون الامتياز، بيخلصون في نهايه رمضان تقريبا. ايوه السنه هذه عشان كذا يبدا التقديم بعد رمضان، كل سنه بيصير التقديم حقهم يخروا شوي. يعني التقديم بيكون في نفس الوقت. ايوه اساس يصير تبدا الدوره مع سنه اكاديميه، زي كان في مدرسه مدارس يبداوا مثلا اليوم الفلاني تبدا معاهم. فكره التاخير بعد الدوره مش قبل الدوره. أيوه. وبعدين يطول العمر اسمح لي، وبعدين شو اسمه هذا يعتبر اليوم اللي دخلت فيه الدوره هو تاريخ استحقاقك للترقيه من يوم دخولك الدوره، اذا عدت سنه يصير ايش؟ غلقت سنه في الرتبه حقتك، يصير بعدها بسنه تصير تستحق الرتبه اللي بعدها، اذا خلص سنتين تصير ملازم اول، 4 سنين تصير نقيب، 6 سنوات تصير رايد، 4 سنوات تصير مقدم، وهالهلم مجر. طيب دكتور بس الحين يخلص 3 شهور حقت المتميزين مثلا، خلص 3 شهور بيجلس عنده تقريبا 9 شهور لين ما يبدا التقديم حق الريزيدنسي بروجرامز، 9 شهور هذه ايش المفروض يسوي فيها؟ جي بي يشتغل في اي مكان. وترى يا جماعه الخير على فكره ما ادري صراحه ايش طريقه دوره المتميزين، هم حاطين عندهم تصنيف صراحه للاسف، يعني اقول لكم كمان شويه في الداون سايد حقت العسكريه، يجيك واحد ما هو طبيب ولا هو عارف ايش يعني طب ويخلوه مسؤول عن القبول. فمثلا مع احترام الشديد بعض الجامعات ما يعتبروها زي التصنيف الاولي، يعني حتى هم الجامعات حقتهم مصنفينها تصنيف معين، فهمتوا؟ رغم انه انا شخصيا مروا على يدي انترنز كثير، انا ادرب الان، انا واحد من البروجرام دايركتورز حقين التريننج كوميتي حقت الامرجنسي بورد، في ناس ما شاء الله من جامعه الخليج متميزين مره، افضل ناس مروا علي، معدلاتهم ما هي كويسه 3.7 3.65 3.8، الأول عليهم أخذ 4.2، لكن مستوياتهم مقارنة بجامعة الملك سعود في على سبيل المثال، وأنا أتكلم عن الملك سعود كلهم، في ناس اشتغلت مع الملك سعود في طبيبات كانوا 4.8 2 4.7 4.5، صراحة ما عندك أحد، لا تصورني بالحلال يعني، you got my point. فيتم تقدم يشوف الضابط اللي موجود عندك يطالع يشوف جامعة الفلانية، لا والله ما نقبل إحنا من الجامعة الفلانية اعتباطا. 2 minutes. طيب يلا يا جماعه الخير اللي عنده سؤال يتفضل بسرعه. جو.
دكتور انا اضافه بسيطه على نفس قول بس انا طلعت على شروط التقديم على مثلا الدفاع الداخليه الان الجديد الان دكتور فتحوا التقديم هالشهر هذا كويس فتحوا الحين الدور تبدا في شهر 12 للحجه انا الحين كانتير استطيعني اقدم يقولون قدم على كيفك في الموقع لان تعرف يقول مبدا ثم قبول نهائي اذا لا اهم شيء وقت الدوره لازم تجينا متفرغ كامل فهل انا استطيع في نص الامتياز انا الحين باقي لي 4 شهور امتياز اقدم على الدوره وارفق لهم مثلا شهاده الكليه مو بالوثيقه واقدم هذا السؤال والله ما اعرف حبيبي ما اقدر اجاوبك السؤال هذا صراحه ماني واحد من الناس اللي يقبل في الكليه فما اقدر اجاوبك انا اسف لانه عندهم شروط خاصه بهم وتوقع افضل الحل تجاوبه تسال الكليه لمين نفسه تفضل حبيبي اهلا وسهلا بدله حلوه بالصدق ما أتوقع في شيء. مينيمم 18% ممكن تكون أكثر. مينيمم. يعني أنا الآن إذا تحسب راتبي براتب ريزيدنت واحد زي متخلص البورد تقريبا راتب أزود عنه مينيمم 8000 a month. فهمت؟ بس حبيبي أنا إيش قاعدين نقول يا جماعة الخير؟ It's personal based يعني مو على رأيي ولا رأيك. أنت إيش هدفك في الحياة؟ أنت إيش تبغى؟ إيش أولويتك؟ تبغى تأخر سنتين؟ يا أخي ادخل عسكري. فيها وجاهة فيها فلوس فيها بوزيشن ما هو مضمون إن شاء الله في ناحية العمل لكن متأخر سنتين أنا عن نفسي أخوي طبيب طوارئ كان طبيب امتياز وجاي بيقدم قلت له لا تدخل عسكري متأخر سنتين الآن R3 فاميلي ميديسن وماشي في البورد الحمد لله at the end ترى سنة وسنتين في المجمل ما تغير كثير صح لو فكرت فيها as a career بس أنت إيش هدافك يعني أنا ما نجي الآن أقول لكم ترى يا جماعة الخير العسكرية ولا ما نجي برضو نفس أقول لكم لا والله العسكرية مو كويس فاهمين لازم تحط في نفسك أنت أول هدف في حياتك إيش أنت إيش تبغى إيش اسمك عبود أنت إيش تبغى عبد الرحمن إيش تبغى أنت إيش هدفك عبد الرحمن أنا ما أعرف عبد الرحمن إيش يبغى أنت إنسان عندك هدف وبخلص البورد بدري بسوي في الشيب وبرجع السعودية وأنا مخلص كل شيء وعمري less than 35 أنا كان عندي هدف خلص البورد less than 30 الحمد لله I achieved it. إذا كان بيطول كما كان ترى في النهاية جماعة الخير ترى هي خيرة صلوا الخيرة وادعوا الله ربنا يسر أموركم إن شاء الله و don't actually take anyone's advice تطبقوه عليكم كأنها قالب تحطوه عليك أنت في النهاية عارف إيش تبغى حط أهداف وأولويات إيش الأولوية الأولى عندك اللي بعدها وأبدأ عليها إذا أنت عارف نفسك هتنقبل إن شاء الله في البورد بسهولة تقدر تحصل على القبول بعدين تقدر تقدم على الدورة بعد ما تخلص تعينوك براتب رتبة رايد أتوقع ما أدري ما شفت أحد جربها بس موجودة عندهم في السيستم إذا خلصت الزمالة تعدد دكتوراه يستثنوك من الشروط حقة العمر يخلوها 35 سنة تقدر تدخل الدورة وبعدين يعطوك رتبة رايد ما أنا متأكد يا رايد أو نقيب والله ما أنا متأكد لأن كل شوي نزلوا الرتب تعرفي أي سؤال يا أخوان في سؤال آخر ما قصرت الله يوفقكم ان شاء الله اي ويش يو اول ذا بيست يا جماعه الخير اتس ا بيجينينج اوف لايف الله يوفقكم نشوفكم ان شاء الله باذن الله اذا جيتونا قولم شكرا السلام عليكم الآن نبدأ مع السيشن مع دكتور جمال الحضيف من المستشفى العسكري. فرصة طيبة طبعا. السلام عليكم يا شباب. أنا جمال الحضيف عقيد طبيب استشاري في جراحة الأطفال رئيس القسم في المستشفى العسكري وأعرف نفسي أيضا أنا أيضا أحد المختبرين في برنامج جراحة الأطفال ومدرب في القسم في جراحة الأطفال جراحة الأطفال كانت إلى السنة هذه تعتبر سب سبيشاليتي من الجراحة العامة
السنة هذه من 2016 أكتوبر 16 هتبدأ أول باتش ريزيدنسي بروجرام. ريزيدنسي بروجرام مدة 6 سنوات. 6 سنوات بعدين تحصل على البورد السعودي والبورد العربي إذا حبيت تقدم في للحصول على شهادة أخصائي أول، وبعدين مع خبراتك المتراكمة تقدر تصير استشاري. طبعا أنا لما خلصت كلية الطب جامعة الملك سعود حصلت على طلب من البوست جراد أني أطلع برا، ولكن أنا ما كنت حريص مرة أني أطلع برا، وما أدري كيف صار لي نصيب ودخلت العسكرية في الجيش. طبعاً كثير من الكلام اللي قاله الدكتور لؤي هنا يعني يمكن ينطبق على وزارة الداخلية، لكن بالنسبة لنا حنا في الجيش، وأنا اللي أقارن مع كثير من زملائي في الحرس وفي قوى الأمن، الإدارة العسكرية الطبية في الجيش متيور كثير جداً عن القطاع الحرس الوطني والأمن. كيف متيور؟ هم يعرفون وش أهدافهم، يبغون أطباء في الطوارئ، يبغون أطباء في الجراحة، يبغون أطباء في الاي سي يو، يبغون أطباء في الفاميلي ميدسين، يبغون كثير من التخصصات. عشان كده هم يحاولون يدعمونها. فإذا أنت مثلا خلصت دورتك العسكرية وأنت تعينت مثلا خلنا نقول في شرورة، مستشفىك شرورة، الطبيب حتخدم هناك لمدة سنة تقريبا، خلال هالوقت هذا أنت ترتب أنك تجيب قبول برا أو في السعودية لو حبيت، بعدين تقدم إنك أنت حصلت على القبول في البرنامج سواء داخليا أو خارجيا، بعثتك جاهزة، ما حد يقول لك لا. أي أحد يرفض لك تطلع إلى أعلى رتبة عسكرية ولا يستطيع يقول لك لا. يعني قائد الجيش في المملكة العربية السعودية أعلى رتبة عسكرية اسمه رئيس هيئة الأركان، رتبته فريق أول اللي هو اسمه البنيان الآن. الموضوع ما يصل لهالدرجة، لأنه زي ما قلنا هم متيور، يعني السيستم الطب العسكري في الجيش متيور جدا. الضباط الآخرين في القطاعات الأخرى تبعت الجيش فيها دائما دورات، دورة إنجليزية، دورة كمبيوتر، دورة، هذول الضباط اللي حقين الحربية. فما بالك بالطبيب؟ الطبيب أنا لي زملاء إلى الآن على رتبة عقيد وعميد يطلع دورة 6 شهور في بريطانيا، ما خلنا نقول مثلا طلع جهاز جديد في مثلا في المناظير، جراحة المناظير اللابروسكوبيس مثلا، ها، والشركة عندها دورة تدريبية على هذا بالتعاون مع أحد المستشفيات في بريطانيا لمدة 2 شهر مثلا، تقدم عليها انك تبغى تروح، مع السلامة. فارجع واقول ان هم متيور كثير. السيستم او اللائحة التنفيذية للضباط هي واحدة، هي بقرار من المراسيم الملكية فللجميع، لكن فيها variation من جهة إلى جهة، تعتمد على وش أنت في النهاية كضابط، وش نوع طبيعة عملك ونوعية العمل، وين تعمل فيه، وش شهاداتك وش خبراتك. قبل 4-5 سنين طلع الكادر الطبي العسكري أو يسمونه الكادر الطبي العسكري، صار الطبيب 18% اللي يقول لك الدكتور لؤي هذه فقط في الراتب الأساسي، في الراتب الأساسي. يعني قد تجد طبيب في نفس التخصص، جراحة عامة، جراحة عامة، جراحة مناظير، واحد مدني متعاقد من السعوديين، واحد ضابط، قد يكون الضابط تقريبا يأخذ دبل حاليا، دبل. لكن القطاع العسكري شرس شوي. كيف شرس؟ يعني يقول لك يمين يمين، يسار يسار، يعني لا تشتغل برا، لا تشتغل برا. تفهموا شو اقصد برا؟ الان كثير من الاطباء بعد ما اي واحد منكم يخلص سوى اي انتي مثلا وشغال في مثلا سبتوبلاستي مثلا، القطاع الخاص مغري جدا جدا مغري. تفهمون انتم طلعتوا على القطاع الخاص كيف شغال، يعني عندكم خبرات بسيطه، فتلقى يعني كثير من الزملاء للاسف
يبدون كأنهم يعني هدفهم المادة، فتلقاه يروح يشتغل في أي مكان عشان يحصل على المادة. المادة حق مشروع للجميع، لكن حنا نقول كما أنك أنت التزمت مع قطاعك أو جهتك اللي تعمل فيها في البداية بشكل معين، عليك أنك تلتزم فيه. هذه هي المشكلة العسكرية. العسكرية ممكن مثلا إذا أنت ما التزمت بالكلام اللي يقولون لك عليه، يعني أنت شغال في جدة ممكن يوديك حفر باطن، داوم هناك بكل بساطة. إذا أنت شغال في جامعة الإمام مثلا هنا، يعني ما راح تطلع من جامعة الإمام إلا بنقالة أو أنك استقلت ومشيت، صح؟ يعني هذا النظام كذا عندنا. قطاع العسكري، قطاع عندنا في الجيش عندنا تقريبا 26 مستشفى، بداية من مستشفى القوات المسلحة بالرياض اللي هو مدينة الأمير سلطان، الآن في فوق 1000 سرير، إلى مثلا رح خلنا نقول مستشفى جيزان مثلا، أو مستشفى نجران، المناطق البريفرز اللي على الحدود. طبيعي دائما البريفر بلاد سبلاي اللي ذا مو زي البلاد سبلاي، يعني سمول فيسل في الفينجر مو زي أبدومنال مثلا فيسل، صح؟ فطبيعي. ففي النهاية تجد أنه أنت عشان تحصل على اللي تبيه أيا كان، يعني ما حد منكم وصل إلى أنتم ما وصلتوا إليه بدون ما كرف ورك وتعب وقراء، فهذا طبيعي أنك أنت تقدم شيء. أنا مثلا من يوم خلصت الدورة العسكرية رحت السليل. أحد يعرف السليل وين فيه؟ جنوب. نعم، إيه، هي أغلب سكانها من الدواسر، هي على طريق الجنوب، أنت رايح للجنوب تجي إلى فلاج وبعدين السليل وبعدين الوادي، واستمر إذا بغيت النجران أو تنزل إلى، طبعا أنا ما عرفت الخريطة إلا لما صرت عسكري، يعني عرفت الخريطة كويس. وطبعا داخليا رحت أغلب مناطق المملكة للعمل. طبعا اللي يحب التشالنج التحديات صراحة هيعجب بالعمل العسكري. في ناس يحب من يوم ما يتوظف وهو في نفس المكان يدرس طلبة ويروح عملياته وعيادته وبعدين يروح بيته ويطلع حديقة وكذا، يعني في ناس لا لهم شخصية، مو هذا أحسن من هذا، لكن هي طبيعة الناس. وفي حد يحب التشالنج، يحب التحديات، يحب المغامرة، يحب استكشاف، يحب السفر، ما يحب يستكين إلى عمل روتيني. فمثلا في السعودية رحت أغلب مناطق المملكة وقعدت فيها بالشهور وبعدين ترجع لعملك مرة ثانية تمارس. برا السعودية مثلا رحت باكستان، رحت اليمن، رحت العراق لما صارت المشكلة وما وقعت. طبعا الجميل زي ما قلنا، بما أنه الجيش الموضوع فيها متيور كطب عسكري، أثناء دخولك للبروغرام أو أثناء دخولك لدورة معينة خلاص أنت تكون مفرغ لها تماما. يعني إذا دخلت بروغرام مثلا جي إس مثلا 5 سنوات، خلاص الجيش يشيل عنك كل مهامك العسكرية. جميل جميل، عشان يفرغك لأنك تحصل على شهادتك. السلك العسكري ميزته لكم أنتم الآن أنه هو يعني أكثر جاذبية، لأنه في استقرار وظيفي. من يوم تحط رجلك في العسكرية حتضمن عندك راتب إلى أن تتقاعد، سواء أنت طبيب كويس أو طبيب متخصص أو غير متخصص. عارفين وش أقصد هنا بالنقطة دي؟ يعني أفرض أنت دخلت العسكرية بس خلاص، آخر شيء علمك بالدراسة أو بالقراءة أو بتطوير نفسك في شهادة البكالوريوس حقك، خلاص تبدأ الرتبة العسكرية تكبر. يعني أنا كنت في الريزدنسي كان معنا عميد مثلا، عميد وكان ما معه تخصص في مجال اللي احنا كنا شغالين معه، وكان فقط أخصائي، أخذ أخصائي اسم أخصائي بحكم خبرته الطويلة، يعني لو فوق 20 سنة هو شغال في الأورثوبيديك كان وقتها، أنا كنت أسوي روتيشن. ففي النهاية تعتمد على أنت نشاطك وشو. كثير من
السعوديين لم يعني من الزملاء اللي دخلوا معنا لما يدخل ويشوف الراتب ماشي ما يتحمس يقدم أكثر على إنه يدرس ويروح يشتغل مرة ثانية وإنكولات وبرزنتيشنز وتعال الصباح وإذا داخل OR وتطلع الساعة 5-6 وبعدين لازم تروح تنام لك شوي عشان تقرأ لك كلمتين. عارفين الكلام هذا؟ Residency life خصوصاً في بعض التخصصات is tough. ما هي سهلة. لكن يقول أنا في المقابل أنا راتبي ماشي إن شاء الله حادي. بينما زميلك الثاني اللي دخل مثلاً خلنا نقول مستشفى تخصصي أو مستشفى العسكري كمتعاقد هو وظيفته إنه يعمل في هالبرنامج. لو ما انضبط في هالبرنامج حيفقد البرنامج وحيفقد وظيفته حيفقد الراتب. يعني عارفين شو أقصد؟ يعني تقول قصدك الأمان الوظيفي والأمان المالي. الأمان الوظيفي طبعاً أمان الوظيفي معناه أمان مالي. صحيح إنه أنت هم يضمنون لك وظيفة ويضمنون لك الراتب لكن طبعا اذا انت تخصصك كويس يعني لا تتصور انك انت مثلا مثلا اندوكراينولوجيست مثلا والسب سبيشاليتي حقتك دايابيتس وشغال مثلا في نجران. ليه؟ زي ما قلت لكم لان هم ماتيور. برنامج الطب العسكري ماتيور في الجيش يعرفون انك انت شخص نقوى شخص لو قعدت في نجران مع احترام النجران او قعدت في القصيم انا من القصيم خلينا قاعد في القصيم مثلا انت ما راح تخدم عدد كافي من الناس بالشكل المطلوب. انت تحتاج انك تعمل في منطقه فولي سيرفد يعني تبغى لاب تلقى لاب كويس صح. تبغى سيرجن تلقى واحد سيرجن كويس. تبغى فارماسي فيها جود فارماسيست. تبغى كل سيرفيس موجوده. البوبوليشن بدل ما تشوف مثلا في نجران او في جيزان او في عرعر تشوف مثلا في العياده 5-6 انت لما تصير في سنتر كبير حتشوف عدد اكبر فهم يحاولون يستفيدون منك. فاذا انت كنت صاحب تخصص كويس حيجيبونك في المكان اللي انت فيه. واحيانا تتشرط احيانا اذا انت من اهل جده تقول ودوني مستشفى جده. اذا انت والله تبغى مستشفى الخبر او الظهران حتروح للخبر الظهران. تبغى الرياض تقعد في الرياض. فمن ناحيه الامان الوظيفي هي سلاح ذو حدين. اذا الشخص مستوعب الموضوع. أنا لي زملاء دخلنا وطلعنا من الكلية العسكرية الآن هم ما حصلوا على أي بورد. ذيك الأيام لما طلعنا كان في مستشفى اسمه مستشفى الملك فهد الله يرحمه المتنقل. هذا كان وين ما يروح الملك فهد يروحون معه وكان يكب فلوس. يعني كب فلوس يعني الواحد يمكن مداخيله الشهرية ذيك الأيام تجي تعادل 3 أطباء. فهم لو طلعوا من ذا المكان هيخسرون الفلوس ولا هم محصلين انه في شيء يعني يحمس انك تترك ذا المكان عشان تروح تسوي تريننج. طبعا توفي الملك في هذيك الايام والمستشفى يعني disintegrated بالانجليزي يعني ذاب خلاص توزع وكذا. فالضباط هذولا زملاء انا الان ما عنده ولا شيء. يعني احسن واحد فيهم يمكن سوى دبلومه في جامعه الملك سعود لمده 6 شهور. اللي كان مسؤول عنه اللي هو الدكتور شاكر ناسي والله الأسامي بس أنا كنت وقتها مشغول في البرنامج حقي وما طبعا إحنا ما إحنا زي ما قال الدكتور لأي سابق إنه إحنا ما نبغى الواحد. لكن هي الواحد لما يتكلم هنا عشان يطرح الواقع ويعرف حجم التحديات اللي قدامه وإذا كان يبغى يختار يختار على بينة. طبعا ما شاء الله عليكم أنا توقعت العدد أكبر من كذا يعني لكن فيكم البركة. الدورة العسكرية طبعا الدكتور كان لواء هي سابقا كانت تقام في الظهران الآن تقام في الكلية الحربية. كل الدورات الجامعيين اللي تبع الجيش القوات المسلحة تقام في الكلية الحربية لهم مبنى خاص ودورة خاصة يسمونها الجامعيين في الرياض. الكلية الحربية سنة دراسية. أنا جت فترة متميزين طبعا اللي فرق مع في الخدمة العسكرية في آخر 5 سنوات الكادر الجديد العسكري. أنا ممكن أقول لكم ابحثوا في النت عن الكادر العسكري أو رواتب الأطباء أو الصيادلة أو الفنيين العسكريين قبل 5 أو 4 سنوات. كان الكادر حقنا يعني ضعيف. كان زملائنا في نفس المستشفى وفي الصحة كانوا يأخذون أكثر من العسكريين.
مع أن العسكريين كان عندهم مهام أكثر من اللي غير أنه طبيب له مهمات أخرى. جاء الكادر هذا سوى يعني انقلاب على الكثير من القطاعات الأخرى، فصار القطاع العسكري جاذب الآن جاذب، فصار في منافسة أكثر، في طلب أكثر، يعني كثير من المتقدمين يجون. فأنتوا تعرفون أن الهيئة الآن ما تقبل إلا تقريبا أقل من 50% من المتقدمين الأطباء، صح؟ أقل من 50%، وهذا الكلام له سنوات، مو جديد يعني، مو بس فترتكم. فكثير من الأطباء الآن يبحث عن وظيفة، يعني اللي قرأ في الإدارة، علم الإدارة، طبعا أنا عندي ماجستير من جامعة الملك سعود في الإدارة، في شيء اسمه مثلث ماسلو، اقروا عنه، ترى هذا معلومات عامة. يعني الإنسان أول ما يبدأ أول احتياجاته وشي؟ نعم، اي لا لا خليك من وظيفة، واحد أخرق ما يعرف وظيفة، فأول أولوياته وشي؟ الأكل والأمان. الأمان إيش يعني؟ الأمان يتمثل في إيش؟ بطاقة الهوية المدنية هذه حقتك نوع من الأمان لك. ها؟ أنت تعرف من أبوك، هذا نوع من الأمان. إحنا ما نبغى ندخل فلسفة كثير، بس الموضوع اسمه أمان. الأمان له أوجه كثيرة وله أسباب كثيرة. والخبزة، كسرة الخبزة، يعني الواحد أول ما يكون جوعان، يعني نهار رمضان، رمضان جاينا على خير إن شاء الله، نهار رمضان أنت تفكر رشفة موية بس أحيانا في عز الظهر، ها؟ لكن لما أنت تفطر تبدأ عاد تفكر بالباقي. فأولوياتك وش هي؟ الأكل أو الغذاء أو الطعام، وبعدين الأمان. فنرجع مرة ثانية نقول القطاع العسكري يوفر لك هذه في البداية. أنت الآن لما تخلص أو تأخذون شهادتكم تحتاج وظيفة بالبداية، هي الأولويات كذا، وبعدين التخصص. لكن ممكن أنت تقول لو جتني تخصص ووظيفة مع بعض هذا أحسن شيء، لكن لو خيرت، في ناس الآن يعني مخلص مثلاً ينتي بميديسن، أنا أعرفهم زملاء وخلص من مستشفى مثلاً مستشفى العسكري، قالوا له والله أنت الجراحة العامة خلاص، يعني خلصت البورد حقك، معك البورد، مع السلامة. طب وين تروح؟ فكروا عاد وين تروح؟ أنت تتوقع أنها إيزي، بس حقيقة لها خلفيات كثيرة، أسباب كثيرة، ما تجد المكان المناسب بالشكل اللي أنت تتوقعه. طبعا لابد من تنازلات منك. هلا نرجع نقول القطاع العسكري قطاع جاذب بحكم أنه الآن بدأ يوفر رواتب أعلى بكثير من ما كانت أول، ومنافسه بشكل قوي للقطاعات الأخرى. في أحد منكم بيصير معيد هنا؟ طيب اللي بيصير معيد يعني شيء جميل، معيد وكذا، لكن للأسف احنا نشوف زملائنا اللي في جامعة الملك سعود اللي صاروا معيدين وبعدين صاروا أساتذة في الكلية الآن، قليل ما تجد منهم من له رغبة يستمر في قطاع التدريس. فكثير منهم بدأوا يتركون الجامعة يروحون سواء للقطاع الخاص أو لأي قطاعات أخرى. نرجع نقول الدورة العسكرية قلنا في الرياض وتسعة شهور سنة، في البداية تدخل تلبس اليونيفورم العسكري لمدة 3 أسابيع، شهر، شهر ونص، على حسب، كلها تدريبات عسكرية. حتنسى يعني اللي قال تنسى حليب أمك، حتنسى حليب أمك، يعني يكفيك الكتمة بس، يكفيك القفرة دي بس. بس أنا ما هي يعني ما هي مزعجة، ما هي كذا، لكنها هي جزء واكسبيرينس، تعطيك اكسبيرينس يعني مختلفة عن الطريقة اللي أنت كنت عايشها. طبعاً الآن إحنا في فترة الأعماركم الآن 26-28، الشخص يكون يعني استمر على وضعية معينة في البيت، نظام قراءته، نظام طلعته، نظام كذا يعني. فلما تجي وتقول له والله خلاص هذا غير السيستم، حتدخل بسيستم جديد، ما هي سهلة يعني، يبغى لها شوية قدرات خاصة اللي هي التأقلم على طريقة الحياة لمدة معينة. لنا زملاء بعد أسبوع أسبوعين مشوا، قال أنا ما أقدر. طيب فتخلص دورة عسكرية زي ما قلنا، عطوك وظيفة الآن في الرياض، حفر باطن، حفر العج، خرخير، أي مكان عندك وظيفة،
خلال الفترة هذه أنت لما تروح للجهة اللي أنت شغال فيها، إذا أنت رحت المستشفى كثير فيه أكثر من سيرفيس، مثلاً خلنا نقول رحت مستشفى نجران، مستشفى نجران في راديولوجي، أنا اشتغلت فيه فترة، في راديولوجي، في ميديسن، في جايني، في فاميلي ميديسن، في لو أسنان مثلاً منكم أسنان أو زملاء أسنان تعرفون، في أسنان. هو يقول أوكي، يروح يحضر، يروح المدير المستشفى يقول أنا أبغى لي رغبة أستمر مثلاً فاميلي ميديسن، أوكي فاميلي ميديسن خذوه، إيش يشتغل عندكم فاميلي ميديسن؟ خلاص انت تتعين رقمك هناك من عند مين؟ من نفس الدوره العسكريه. اي طبعا طبعا، انت لما تخلص الدوره فلان يطلع لك قرار. لا 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 لا، هذه وظيفه، هذه وظيفه، انت تروح تشتغل في المستشفى الفلاني، مستشفى اكس. لما تروح هناك انت لك رغبه جنرال سيرجري، اي ان تي، اورثوبيديك، وات ايفر. لما توصل المكان اللي هناك، إذا كان زي ما قلت أنا، إذا كان المستشفى فيه أكثر من سب سبيشاليتي، تقول أنا أبغى أورثوبيديك. لكن افرض أنت رحت المكان، أنت الطبيب الوحيد اللي فيه، أنت حتسوي برايمري كير. برايمري كير وشو يعني؟ لو جاك واحد مكسور تقول هذا يا جماعة مكسور، تسوي الفيرست ايد، برايمري سيرفي حقك اللي سويته لس مثلا، أو إذا كان عنده شورتنس اوف بريث تعرف تحط له أكسجين، تعرف تحط له شوية فنتولين. ما تعرفون فنتولين ولا تعرفون فنتولين؟ فنتولين ونوبيلايزر، يعني الشغلات الخفيفة يعني اللي أنت تعرفها غيرك ما يعرفها. يعني في ناس قابلتهم أنا يعني متعلمين معهم PhD، والله تسألهم أسئلة بسيطة، تقول له لو مثلا أنت واحد زميلك قاعد في استراحة ولا في مجلس وقال طاح عندك، شو تسوي له؟ صوروا، ما حد يعني، انتوا سألوا في اللي حولكم، يعني اي اكشن ما يعرف، ما يعرف. شوف الحوادث اللي تصير، يتشاقلونك انهم يتشاقلون يعني كيس رز يودونه، يعني ما في اولويات، ما في اساسيات، ما في. طبعا هذه مشكله يعني في الثقافه العامه، التعليم. يعني قدمنا مره، انا ما ادري اذا انا طولت او لا، لكن الموضوع لكم، إذا أنتم تبون نكمل نكمل أي أسئلة. لكن في النهاية قبل ما ننهي الكلام، إذا الموضوع وصل إلى أنك أنت توصل إلى منطقة بريفري، أنت حتعمل بوظيفة معينة على حسب الصغر أو كبر المكان اللي أنت فيه. فأنت إذا رحت مستشفى المدينة مثلا، مدينة فيه تخصصات شوية باطنة شوية جراحة، اوكي تقول انا لي رغبه اني اسوي تخصص جراحه، كويس انا ابغى اروح لقسم الجراحه. الان قسم الجراحه تلقى ما في الا جراح واحد، اوكي فاين، تشتغل معه، تعرف سوتشرز وش يعني، ايش تعرف وار اللمبه وين، المشين وين، صح يعني شوي شوي. لا 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 لا، هذه الوظيفه حقتك، معلش احنا لازم نفرق بين شهاده التخصص والوظيفه في القطاع العسكري. لما أنت تقدم التخصص، أول ما تحط رجلك حتروح للتخصص اللي أنت اتفقت معاهم، حتداوم عندهم خمس سنين، خلصت مع السلامة. إلا إذا صادفت أنه لهم حاجة فيك ذاك الوقت، لما تخلص كبوزيشن أو كذا يأخذونك. الآن كل مستشفيات العقد حق التدريب غير عقد الوظيفة العادية، تعرفون ذا الكلام، ها؟ وقت تدريب خلاص، أنت برنامجك 5 سنين، خلصت 5 سنين مع السلامة، هي كذا الآن، صحيح؟ تعرفون الكلام. لو وقتها مثلا صادفت انه والله مثلا خلينا نقول خلاص جي اس، انا بحكم اني انا خلاص جي اس، ويبغونك مثلا في الفاسكولر، انت لك رغبة تبغى فاسكولر، خلاص عندنا وظيفة فاسكولر، تعال على جنب روح مع الفاسكولر، خلصت اليوم جنرال سيرجري، بكره داوم في الفاسكولر. في الفاسكولر تشتغل معهم فاسكولر بالاكسبيرينس حقتك، وتبدا تكبر في موضوع الفاسكولر. إذا الفاسكولر في الهيئة السعودية عندهم فيلوشيب، تقدر تدخل فيلوشيب. تبغى تسويها برا، توكل على الله، قدم وشوف لك قبول وروح. الموضوع مختلف. الآن لما أنت تخلص دورتك العسكرية وتروح المكان، هتعمل فيه. نعم، وظيفة وخبرة، وليست يعني محسوبة من ضمن برنامجك التدريبي، لأنه أنت إلى الآن. الآن أول ما تحط رجلك هناك وتبغى جي إس، خلنا نقول نضرب أسوأ الأمثلة،
رحت مثلا الخرخير. احد يعرف الخرخير وين؟ شلون ها تسمعون فيها؟ هي من اقرب النقاط الى لليمن، بس منطقه الان جدا امنه، يعني ما هي زي جيزان او نجران. عن شو اسمه، عن نجران تقريبا 400 وشوي قريبه من شروره. خلينا نقول تعينت انت في شروره، شروره منطقه يمكن ما يتجاوز عدد سكانها يمكن 20 او شيء من القبيل، 20,000، والمستشفى مستشفى صغير، وانت تروح كملازم اول طبيب حتعالج الناس اللي في ذاك المستشفى في ذاك المكان، ولا في جي اس اصلا، يعني ما في الا يمكن واحد اثنين ميديسن وكذا. فانت تبغى سيرجري، ما في سيرجري، خلاص انت يعرفون ان الدكتور ناصر هو اللي وده بسيرجري، فخلاص اي جاء حاله سيرجري عندهم كلموا ناصر بالجوال اذا في بيجر. انت الان قاعد تتدرب بس، لكن ليست من ضمن برنامج الشهاده اللي تبغى تحصل عليها في الهيئه او برا، لكن تعطيك شويه اكسبيرينس. فخلال الوقت هذا انت وش تسوي؟ تقدم على الهيئه، تقدم اوراقك، تضبط امورك عشان تطلع برا، اي مكان برا ما في مشكله. الجيش او طبعا اغلب الاطباء في الجيش تبع الخدمات الطبيه، لكن في ناس تبع قوات بريه، في ناس تبع دفاع جوي، في ناس يمكن 85% من الاطباء الى 90% كلهم تحت الخدمات الطبيه. الخدمات الطبيه ستراكشر حقهم معروف، يعني عارفين ايش معنى قيمتك كطبيب او صيدلي او اسنان او ممرض او ايا كان. بعدين تقدم، حصلت على خلينا نقول انت لك نصيب وحصل لك مثلا قبول في اي مجال تبيه، خلاص ترفع اوراقك، انا فلان ادمي، ترفع بالاوراق تسلسل عادي، ما في احد يمنعك انك تحصل على شهاداتك العلميه. الان بالعكس، الان يعني صار فيه دفع اكثر الى انك انت تروح تواصل حتى خارج اوقات الدوام. يعني خلينا نقول انت خلصت بورد وتبغى، يعني انا سويت الماجستير حقي مثلا في الاداره الصحيه في جامعه الملك سعود خارج وقت الدوام، يعني بعد الساعه 5، بالعكس يدعمونك كذا لهذا الكلام ويعطونك عليها استبات زياده في النهايه. ف اول شوي الموضوع كان اغلب الناس اللي كانوا في الادارات الصحيه والطبيه ناس ما هو عارفين ايش معنى شهادات وماخذينها يعني بالبركه. الآن لا، الوضع تغير طبعا. في الجيش عندنا أكثر زي ما قلنا ماتيور أكثر، عكس قوى الأمن أو عكس الحرس. الحرس تقريبا العسكري عندهم أوكي، هو مرتب وأمورهم طيبة، لكن الإدارة حقتهم العسكرية ضعيفة طبية، فما تدعمهم كثير. فالنظام المدني هناك مسيطر عليهم بشكل أكثر. فيعني الجيش يعني هو يحاول يدعم الكوادر الطبية حقته العسكرية، لأنه يعرف لما تجي مهمات من حياخذ؟ حياخذ العسكرية. يعني المشكلة الآن حاصلة في اليمن، لما يبغون يدعمون المستشفيات اللي هناك ما يروحون للعسكريين. المدنيين كيف تجيبه؟ تقول له والله أنا بعطيك راتب زيادة، بعضهم يروح بعضهم ما يروح، بس العسكري هو اللي يقدرون يقولوا لا يمنون عليه ويفرضون عليه يروح. فلذلك هم القطاع العسكري الطبي يحاول يدعم قطاعه او افراده بالتدريب والتاهيل. فاذا اي وقت من الاوقات حاب انك انت تسوي اي اكسترا، حتى لو خلصت الريزيدنسي والفيلوشيب وتبغى تسوي اي دوره في اي مكان، ما حد راح يوقف قدامك. يعني هذا 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 الديفولت حق او هذا السيستم حق. فلازم احنا نفرق انه لما تدخل انت القطاع العسكري هذه كوظيفة، الان يجي عندك دورك في انك تبحث عن الدخول في برنامج تدريبي للحصول على شهادة التخصص سواء داخليا او خارجيا. القطاع العسكري ما يدعمك باي شيء، فقط يقول انا معك، انا بعطيك راتبك لين الله يعني يمد في عمرك وتتقاعد. سام؟ إلا لا، ما أقول لك هو يدعمك بالراتب والتكاليف ما في مشكلة،
بس ما يقدر مثلا يدخلك لبرنامج جراحة عامة مثلا في المستشفى العسكري. لا حتى لو انت توا جراحة عامة مثلا او ينتي او فاميلي ميدسن في الحرق في العسكري، القطاع العسكري ما يقدر يروح للهيئة يقول ذا هذا حقنا دخلوه. إيه أنت تقدم وكذا خلاص اللي جالك قبول ترى راتبكم ذا ونعطيك قرار ولا حد يقول لك وين أنت رايح وين جاي يحميك يعني. يعني حتى لو في مهمات وقتها ما يطلعك، لأن حتى مثل المهمات وشلون مثل كلية الحربية عندهم برنامج الأسبوع القادم طالعين رماية مثلا رماية طا 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 يبغون طبيب يكلمون إدارة المستشفى نبغى طبيب. إذا أنت في برنامج ما حد يجيك، أنت خارج يعني السلكشن تمام. وإذا أنت مثلاً مخلص بالعكس كثير من الأطباء يحبون يروحوا، خصوصاً لما تكون الأجواء زينة كأنك طالع مكشات وأكل وشرب وأنت عسكري طبعاً، وتلقاك أروح أرمي معهم بعد فتصير زي طالع كشتة يعني تكسر روتين. والله سيريس ما كان جد. لا لا العسكري هي لا لا العسكري أصلاً أنت جبت ذي الورقة خلاص يدفونك على طول. هي هذه يعني كونك أنت عسكري يطلع لك قرار أنك أنت خلاص مدفوع لك كل شيء. تفضل. ثم أبدأ الانترنشيب، أخلص الانترنشيب أقدم على الوظيفة. طيب هو يعتبر سبونسر، أبغى خلال الحين أصير أنا أخذ الدورة صح؟ أي نعم. مدتها كم بالضبط؟ في الجيش تقريبا سنة دراسية. سنة. طيب إذا خلصت السنة هذه أبحث عن بورد. لا إذا خلصت هذه أنت تروح للمكان اللي هتشتغل فيه. بشتغل المكان إذا جاني قبول. إذا رحت للمكان اللي أنت فيه ومعك قبول، لو ثاني يوم تقول ترى أنا عندي قبول بطلع أرفعوا لي. ممتاز. أرفعوا لي. ممتاز. يعني مفروض إن الشيء هذا يعني إذا كان عندك مثلاً نقول مدسن مثلاً ترى مدسن ولا جي إس ما راح يتأخر هالشيء هذا إن شاء الله. إلا لا خلاص هي الفكرة بالقبول. ممتاز. وين مقبول فيه؟ توكل. خلاص توكلت على الله. أخذت البورد وخلصت. نعم. طيب بعد ما بعد هالمرحلة هذه. هل بكون يعني على ما يقولون في قلعة وادرين ولا وين بكون؟ إيه أنت وين تعينك أصلاً؟ إذا أنت طلعت أنت تعينت في المكان الفلاني ورحت للابتعاث أنت في المكان الفلاني أنت ترجع لنفس مكانك الأول. لما ترجع طبعاً تكون شهادتك مختلفة، رتبتك العسكرية مختلفة. دكتور في سيناريو مثلاً أنا خلصت الانتير مثلاً في أثناء المقابلات مثلاً أنا قابلوني مثلاً المستشفى العسكري، هل مثلاً قال أوكي بنقبلك بس تكون عندنا عسكري، هل هذا السيناريو ممكن يكون؟ كيف تكون عندنا عسكري؟ إيش تقصد؟ لا يعني مثلاً مثلاً أبي أورتو مثلاً. إيه. وقالوا أوكي عندنا بوزيشن أوكي قبلنا المدنيين كلهم بقى بوزيشن، لكن الشرط إنك تكون عسكري عندنا. أو ضابط. ما في كذا. ما تجي. أنت تتكلم إنك أنت أوريدي خلصت الدورة العسكرية وجيت اشتغلت في ذا المستشفى. والمستشفى ده عنده بروجرام اورثوبيديك كذا قبل الدوره العسكريه اتكلم انا خلصت الانترنشيب. ايوه ما احد يكلمك على اورثوبيديك، لكن يصير احيانا بعض السنوات انه مثلا الخدمات الطبيه بالقوات المسلحه تدعم الناس اللي لهم رغبه في الابتعاث للاورثوبيديك بعد ما يخلص البروجرام حق الاورثوبيديك ريزيدنسي. انت تقصد انه انا اسال الان انا خلصت انترنشيب خلصت الانترنشيب اوكي اثناء المقابلات مثلا انا رحت مثلا مستشفى العسكري. لا ما حد يسالك، ما راح يسالك انت وش بعدين ايش تبغى تسوي. انا ما راح مثلا يقول تبي اورثو تعال عندي كعسكري يعطيك. ما في كذا، ما في كذا، لانه هو اصلا ما يقدر يضمن لك اورثو. افرض انت مثلا حط خمسه ضباط عندك عشان يدخلون اورثو كويس، والاورثو هذه مين مخباتك البروجرام؟ انت مالك صلاحيه على الهيئه ولا لك صلاحية على الجماعات اللي برا انك انت تجيب قبولات. القبول يا جماعة لك انت، ها القبول انت اللي تجيبه، ما حد يجيبه لك. اتكلم عن سبونسر يعني يدفعون لك دراهم، هذا مختلف. اي هذا اتكلم عن صحيح صحيح. اي بس ما يقدر يجيب لك قبول. انا اتكلم عن الناس القبول. اي هي القبول مختلف. انت الان معك قبول وجاي تقدم على الخدمة العسكرية. لا جاء الان نفس السنان الشباب صاير الان بعد امتياز طلعت اساميهم بالقبول انه مثلا فلان انقبل اورثو فلان انقبل اوفتا فلان انقبل. طيب وين العسكريه هنا؟ شلون وين العسكريه الان مثلا جت المقابلات خلاص الاسامي طلعت
طلعوا 20 حق الهيئه السعوديه اي حق هيئه تخصصات سعوديه طلع 20 ما يمديك تلحق على البروجرام يعني البروجرام لازم تبدا فيه بعد كم شهر صح في شهر متى يمديك تدخل دوره عسكريه ومتى يمديك تروح تتعين يعني بتأخر سنة تقريبا هذا على أقل تقدير نعم تفضل تكون معلنة يعني الشروط أوقات التقديم وش المطلوب هذا كله معلنة يعني ما هي شيء مخفي يعني. انت يعني كشخص متخصص ولا جطل لا اذا انت متخصص ما راح كطبيب ما راح تمارس كل تخصصك الا اذا انت لك رغبه تبعد عن تخصصك يعني اعطيك مثال في ناس تخصصوا مثلا جراحه عامه وخلص في جراحه عامه الجراحه العامه تف يا جماعه صح يعني حتى لو صرت استشاري يعني في اليوم يجيك مثلا اذا انت مستشفى كويس 3 لابراتوري يعني 4 لابراتوري ما تقدر تخلي اي احد يشتغلها صح لازم تدخل انت حتى وانت استشاري ومشيب بعض السعوديين وخصوصا العسكريين لما يكبر شوي في السن الدكتور عماد يقول طبعا انا تفاجأت الدكتور عماد هنا ما ادري هو شو عميد الكليه هو عضو هيئه التدريس والكليه بس عضو هيئه التدريس غير الجامعات اللي ماسكه اوكي فما له خلق يجي للأوار وإذا صار عسكري يبزوط بزيادة كيف يعني لا يقول بدل ما تعطوني مثلا زي باقي زملائي الثانيين استشاري 5 أيام انكولات أعطوني يومين ليش لأن أنا عندي أعمال إدارية أخرى فشوي شوي شوي هو يبدأ يأخذ نفسه عن ممارسة التخصص لأنه الراتب ضامنه يعني أنت المتعاقد أو المدني هو وجوده هنا ليش لغرض انه طبيب فقط لكن كعسكري انت من طبيعه اعمالك المتوقع ان يصير عندك اعمال اداريه فيما بعد فاذا انت صرت مهووس بالاعمال الاداريه حتى وانت معك شهاده التخصص ممكن تبدا انت تنسحب شوي شوي انتشنالي او ان انتشنال فهمت شكسر يعني يا انت بارادتك تسحب نفسك من تخصص انت معك شهاداتك وماخذ بدلاتك كامله مكمله لكنك ما عاد لك رغبة تمارس زي أول. إحنا مرة واحد دكتور مصري في الحرس اللي يعرفه أحد يشتغل في الحرس بغداد لي حق الجراحة كان يقول للدكاترة الاستشاريين الثانية السعودية يقول أنتوا السعوديين تشيبون بسرعة أول ما يخلص الواحد بروجرام حقه ويصير كونسلتنت يقعد يشتغل سنة سنتين خلاص يعني زي اللي مثلا عنده محل بقالة وبدت تمشي شغل جاب له هندي وراح وقعد في البيت وترك الشغل للهندي فإحنا زي كذا. لما يصير عسكري يصير عنده فرصة إلى أنه هو ينسحب من عمله الطبي لأنه مجهد ويروح شوي للأعمال الإدارية بهذا العذر. هذا إذا كان صاحب شهادة ومتخصص. إذا مو متخصص الله يعينه يعني وين يروح ده؟ الآن القطاع العسكري والمستشفيات يعني أنتوا انظروا لو قبل 20 سنة مثلا قبل 20 سنة يعني اللي دخل منكم يعني كلكم أقل واحد يمكن عمره 25 هنا 26 يعني قبل لما ولدت انت ذيك الايام الشباب ترى ما كان في برامج تدريبيه كنا اطباء رايحين جايين في المستشفى ما حد يعرف احد سنتين ثلاثه صار اخصائي سواليف وما سواليف صار استشاري صحيح الا من رحم الله الان لا الان يعني احنا كنا في مدرسه ابتدائيه كامله كبيره اولى ابتدائي عارف وش ثاني ابتدائي عارف يعني لو جيت انت ثاني ابتدائي مر من حاره ثالثه ابتدائي اكلوك صحيح هذا اللي حاصل لا لا مو عسكريه الان الان اي الان هو العب من عسكريه معلش انت انتين الان شوف صبنتين وش تسوي له بكره تصير انت ريزيدنت سينيور ريزيدنت مثلا في الاقسام خصوصا لما يكون ويل استابليش بروجرام ما يدخل الاوار الا يمكن هو جايب الفطور ومضبط الامور كذا والله اذا انت يعني سينيور ريزيدنت يعني ما تخاف الله ممكن تسوي له هوايل الكونسلتنت ايضا نفس الشيء انت في النهايه تبغى تدخل تبغى تشوف مع حالات تبغى تشوف تبغى تشتغل معه تبغى ديسكشن يجيك يسوي لك اذا انت بتزلبه في النهايه انت حتعاني لحالك ما حد يبك صح هذا اللي يبغى يتحمل في هالطريق الله يعني. لكن احيانا الواحد يبتلى بسينيورز جدا سيئين
الآن الموضوع الشهادات صار ينطبق حتى على العسكريين. العسكري اللي عنده شهادة ولا ما عنده شهادة؟ عرفت شو أقصد؟ نعم. مو استئذان، هو لازم تاخذ إجازة، معلش شيل الاستئذان، لازم إجازة عشان تسافر. مسألة الويكند ما تقدر، يعني أنت رايح تزور عيال عمك في الخبر مثلا ونبغى نروح نتعشى في مدري وين وترجع، ما في عسكري ما تقدر. بس ولا إجازة أي واحد منا في البنك، يعني البنك إذا بتتأخر ساعتين لازم تقدم فيه أنت في بنك. هو القطاع الحكومي شوي مترهل، يعني ممكن تغيب يوم ما حد عنك، مثلا أنت فلان وهذا ولد حارتكم، وممكن تقول والله يا أخي أنا معلش بكرة أنا ما أقدر أجي عندي ضيوف في القطاع الحكومي. لكن في القطاع الخاص ما أحد يقدر يغاب، يعني ألعب من العسكرية. أكثر واحد يأخذ إجازات العسكرية، يعني عندك 45 يوم إيه بالإضافة للأعياد وعشر أيام اضطرارية. إيه طبعاً سهلة. طبعاً الآن إحنا في الجيش بحكم مسألة اليمن صار عندك شهرين إجازة سنوية، لكن الشهرين هذه مشروطة أنها ما تأخذها دفعة واحدة، تأخذها على أسبوعين، من أسبوعين وتجي تأخذ أسبوعين ثاني إذا تبي، يعني عشان يعني هذه فكرة قديمة بس ما زالت موجودة. إيه طبيب على حسب اللي زملاء أنا في الحرس ما هم عسكريين مدنيين، 20 سنة، وعماد بخاري ممكن يقول لكم دكتور عمان 20 سنة خبرة، له يوم every other week أقول لك بالاسم، اللي يبغى يعرف أقول له بالاسم، يعني ما هي أسرار، يعني هذه كل المستشفيات تعاني منها. يعني لا تتوقع أنك أنت جنرال سيرجن مثلا ولا ينتي سيرجن every other day عندك عمليات، لا بالعكس. القطاع الحكومي يعني ما أخفيكم حتعاني من نوع من البطالة، عندك وقت كثير فاضي، يعني يوم واحد عمليات إذا أنت جراح مثلا، ونص يوم عمليات ونص يوم عيادة، الباقي تشوف مرضاك وإذا عندك أي التزامات أخرى. هذا مو فقط في العسكري، أقول لك في كل المستشفيات. لكن أنت إذا صرت أنت طبيب متخصص وتحمل رتبة عسكرية، أنت في مستشفاك أنت تمارس مهامك كطبيب، إلا أنت تشوفون مثلا زي دكتور عماد الآن هو طبيب ويمارس ويدرس، لكن مثلا يناط فيه أعباء إدارية، صح؟ جزء أنت كطبيب يعني مقالات كثير تتكلم، وأنتوا تعاصرون أنه الطبيب يعيش أو يدخل كلية الطب ويدرب على أساس أنه ليدر. في يوم من الأيام أنت حتكون ليدر لمجموعة، أنت ليدر لبرنامج حق مريضك، مريضك عنده دايبيتس تبغى تعالجه فور لايف، أنت الليدر حق برنامجه العلاجي، صح؟ أنت الليدر حق الناس اللي أنت شغال معاهم وتدربهم. شوي شوي إذا أنت لك مهارات معينة أو لك رغبة معينة ممكن تصير أنت ليدر في موضوع إدارة القسم حقك، بعدين إدارة أكبر في المستشفى، وهكذا على حسب. لا خلاص ما تترك قدم معروض للملك وتفاهم. لا خلاص انت عسكري، الا لو عندك لا سمح الله ان لنا زميل خلص كارديولوجي وبعدين اصيب بوعكه صحيه اثرت على صار عنده بوردر لاين رينال فيلير امبيرمنت وكذا، فقدم معروض انه انا عندي مشاكل صحيه وابغى اترك العمل العسكري ما يهمني على طول. أن الواحد لما يجيب قبول في برنامج العسكرية تفرض عليه مكان معين، لا بعد ما يجيب قبول ولا هو يختار المكان اللي يبغاه طالما جاله قبول، وبعد ما يتخصص هل يخاف من موضوع البريفري هذه إنه يشتغل؟ لا هو حيرجع المكان اللي طلع منه، زي ما قلنا الأخ اللي قبل شوي ساني إذا طلع منه يرجع له، لازم يرجع يباشر فيه هذا المعتاد. إذا رجع فيه يقول أنا والله المستشفى صغير علي أنا ما أقدر أمارس فيه عملي، هو إن كان كبير ويقدر يمارس بس هو مثلاً يبغى مثلاً يرجع جدا. أوكي عاد هنا يصير مسألة تنسيقية بين المستشفى اللي هو فيه وبين المستشفى ذاك. يعني في إمكانية. إيه ما في شيء ممنوع، لا ما في شيء ممنوع.
يعني هو يعتبر كابوس مسألة الواحد. إذا أنت تحمل شهادة وتخصص مطلوب حتجد إنه كثير من المستشفيات تتسابق عليك، حتى المستشفيات العسكرية. لكن المشكلة المستشفى اللي أنت فيه يقول والله ما أقدر أتخلى عنك، أنا محتاجك، يعني لو تروح أنت يمكن أقفل السيرفيس، صح؟ فيصير مأزق. فاوضني فيها مفروض. نعم المفروض يفاوضني فيها يعني. أو أقول المفروض يفاوض فيها يعني. ممكن، بس يعني أنت خليك في مكانه. تخيل أنت مسؤول عن هالمستشفى وعندك زميلك ولو راح حيتكفل السيرفيس، طب ايش تسوي؟ أنت في مأزق أيضا. فممكن تحاول تبحث له عن بديل يجي يحل مكانه عشان هو يقدر يطلع. بس أحيانا لا، يعني تلقى أنت مزنوق فيه والمستشفى اللي هناك مزنوق فيه يعني، فتصير يعني أنا حقدم هنا ولا هنا، كل واحد. في ناس يسوون برايفت بس تحت مسؤوليتك، تحت مسؤوليتك يعني. يعني النظام ممنوع، النظام في وزارة الصحة ممنوع. لا خلاص، مدام انت ملتزم معايا بوظيفة خلاص. هذا النظام، النظام فقط بشكل رسمي يسمح لمنسوبي الجامعات فقط لكن غير كذا لا. الحرس يمنع، حتى اللي متعاقدين مع الحرس، احنا مثلا في المستشفى العسكري الناس اللي تعاقدون معنا بعقود سنوية، مع كل عقد نقول له تعهد منك انك انت ما تعمل خارج المستشفى، ومع كذا يعملون. لكن لا سمح الله صارت عندك مشكلة، مين حيغطيك تأمين؟ حتحول لشؤون إدارية وقانونية للمحاسبة، وشوف عاد يصير فيها قرار فقط منسوبي الجامعة. ما في معنى، النظام يقول انه اذا وصلت خدمه 18 سنه اللي هي نصف المده تقدر تقدم على تقاعد، وفي ناس مشوا. نعم قبلها زي ما قلنا الاخ اللي قبل شوي عنده مشكله مرضيه، او حين يقول مشكله عائليه، يقول انا والله مهتم في والدي، ووالدي مثلا في قريه في القريات وما اقدر اناداه، ولازم اروح اقعد عنده. يعني تعرف عاد يبغى يسوي فيلم، هو يسوي فيلم كيف، بس في النهايه إذا صاحب قرار قدم لهم يعني شغلة معينة وهو عشان يتخلى عن العمل. سؤال أخير، لازم تأخذ موافقة صاحب الصلاحية حتى داخل المملكة. يعني أنا الآن ما جيتكم هنا إلا بعد ما صاحب الصلاحية قال لي روح. يعني لو أي أحد منكم مع احترامي لكم تعالي في البيت عزمني في كافي ناخذنا قهوة ونسولف، وعشرات الناس في مسجد، عقب مسجد ممكن أطلع في عقب الصلاة نتكلم، لكن أجي لك أنا بشكل رسمي لا، لازم موافقة صاحب الصلاحية. صاحب الصلاحية اللي يعطيك، فهذا وانت داخل البلد وفي جهة رسمية، ماني رايح أنا مثلا يعني استراحة وفيها تجمعات غير، لا بشكل رسمي ايضا لازم تاخذ موافقه صاحب الصلاحية. الله يعطيكم العافيه، موفقين ان شاء الله. شكرا. بالعكس انا يعني ارحب بهالزيارات وبهاللقاءات هذه، لانه في النهايه انا لما كنت كبركم يعني كنا نفتقد الى انه واحد يقول لك ترى هناك في كذا وهناك في كذا وهناك في كذا. فاحيانا انا طبعا اللي يبغى يراسلني سواء عن طريق الجوال أو عن طريق التويتر، الفيسبوك، واتساب، اللي يبي يعني يكتب جمال حضيف وحيحصل لي أكاونت في تويتر أو كذا، سؤال عابر أو أي أحد من زملائكم عنده استفسار بالخدمة، يعني هي من باب الصدقة الجارية. جزاك الله خير، وهذا شكرا لكم، هذا المناسبة الله يرحمك، شكرا لكم، موفقين إن شاء الله. شكرا لكم، زي ما شفت يعني كان هذا هدف يعني اللقاء هذا، نعرفكم على القيادة القطاع العسكري، لأنه يعطيك أمان وظيفي بعدين. زي ما كنت في أول محاضرة تكلمت عن أمان وظيفي، القطاعات العسكرية تعطيك أمان وظيفي بحيث لما تخلص أنت عارف ترجع الرياض، عارف ترجع جدا، لأن هم بتعطيك أساسا بخلاف الكونتراكت. الكونتراكت هم بيقولوا لك تقعد معنا سنة ولك مع السلامة، تبدأ دوامة البحث عن وظيفة جديدة. صح إنه بيكون طبعا الشيء أسهل، لكن الحين أتكلم أنا أقول لك إنه الحين في صعوبة نوعا ما، لكن مو توقع على زمانكم بيكون وضع أصعب وأصعب. يعني
بعد خمس سنوات يعني خمس سنوات لأنه أقل بروجرام 4 سنوات بعد 5 سنوات بيكون الوضع عندكم أصعب بكثير من الوضع الحالي لأنه عدد أكبر. فأنا ما وظيفي فكروا فيه والفريدم يعني إنه واحد بعد ما يخلص أنا مثلا كنت مع الحرس اشتغلت معهم سنة بعد ما خلصت البروجرام والله أنا بروح برايفت ولا بروح أي مكان أنا نتتاشت يعني مثلا عسكرية زي ما قال عشان تستقيل قلق خلاص أنا نتتاشت بروح مثلا أروح كنت يعني مثلا تشغيل ذات في أحد المستشفيات بعد 3-4 سنوات أطلع منه بروح مكان ثاني وأعرف الحركات الراديولوجي زي كذا وأعرف أحد دكاترة راديولوجيست مسكوسكوت راديولوجي زي كذا كل 8 سنوات يغير مكان اللي شغال فيه كونتراكت كان في العسكري راح التخصصي والحين قاعد يفكر يروح الأرامكو الظاهر ومستانس. دكتور ثاني كمان أورثوبيديك كان من دمك فهد اشتغل فيها 3 سنوات بعدين راح تخصصي والحين راح أرامكو. فهذه معناها الفريدم. الأمانة وظيفي يعني إنه خلاص يجيك راتب نهاية كل شهر وأنت عارف وش الراتب عارف وش البدايات بتجيك بخلاف نجي النقطة الثالثة البرايفت. البرايفت يختلف الراتب على حسب أدائك أنت كم دخل المستشفى يعطوك الراتب والكونتراكت كل سنة يتغير. فهذه البرايفت إذا كنت فول تايم معهم. أتوقع الوقت الحين وقت البريك في سندوتشات برا وعصائر وشاهي وموية. نرجع الساعة 1 مع الدكتور فادي تكلمنا عن الاكسبتنس في السكرت السعودي كوميشن. موفقين.